السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بك يا صديقي، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ إنني اشتقت إليك كثيرا، لماذا لا تحاكيني ولا تشتكي إلي؟ أرسل لك ما ترد. هل لديك جوال؟ إنني أعلم أن لديك جوال، ولكن لن أبوح بسرك. ها؟ أعلم أن لديك جوال، ولكن لن أبوح بسرك. صحيح، بيض الله وجهك. لماذا؟ لماذا يا خالد حلقت هذه الحلاقة السيئة؟ لأن ما جبتوا لنا حلاق زي الناس. من الذي يجيب لك حلاقا زي الناس؟ إنني ضميرك. قلت له حدد عارض سوالي زل. إنني ضميرك، لقد نصحتك أن لا تتدخل في هذه الأمور، لا تحلق هذه الحلاقة، ولكن إن شكلك جميل جدا. الله، شكرا يا أحلى ضمير. هل شنبك حقيقية؟ نعم، شوفها. أم جرافيك؟ يا خالد، أرحب. إنني دوما أقول لك لا تضع الكاب، شيل الكاب، ضميرك يعرف مصلحتك. هل اخلع الكاب. تبغى تشوف قرعتي؟ اخلعه. لا تنابغ. لماذا هل انت تعلم انني يا ضميري تبحث عن مشاكل مع ضميرك؟ لماذا؟ 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 تعرف. لماذا؟ 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 ضميري يعرف اني عنيد. لماذا انت عنيد جدا؟ من طفولتك، منذ الصغر وانا عنيد، وانصحك واسعى واعلمك الصح والخطا، ولكنك لا تسمع الى الضمير، دوما تتبع قلبك. لماذا؟ لماذا هذا التصرف؟ لقد تعبت وسئمت منك. يا إلهي، سئمت جدا. لو كان القرار بيدي لانفصلت عنك، ولكن لا أستطيع، لا أستطيع. لذلك يا خالد، أريدك أن تحدثني عن أكبر غلط فعلته هذا الأسبوع. ما هو أكبر غلط فعلته هذا الأسبوع؟ أني حلقت عارض. تعلم لماذا حلقته؟ علمتك أنه ما في حلاق زي الناس. إذن هل تتوقع أنك برايم أو راجع للقرية؟ أكيد راجع للقرية. تبغى أحط رجل على رجل؟ هل تتمنى ذلك؟ نعم، وأن أمي تقول أقعد في القرية لين نخلص البرنامج. لنرى. طيب حركة، طيب ما شاء الله تبارك الله، ما يحتاج. أنا الضمير، أحس أن بينكم الشيطان أنت والجعداني، أحس أني لازم تعودهم الشيطان أكثر، لا تستعجلون. ومشروعك اللي في البرايم الأخير كان جدا جبار، ويعني خالد والله أنت نايم يعني غالبا، ما أدري إيش أقول لك، لكن حاب أقول لك أنت راجع القرية. إنني قلت لك. ربيع القحطاني، يا ربيع، وتقنع بالقليل من الحطام. ربيع، انني اشتاق لك شوقا عظيما.